السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله نكمل الآن موضوع التعبات التواصل ونتعرف علي مفهوم التواصل وإيه اللي بيتطلبه التواصل السليم وإضطرابات التواصل، طبعا التواصل بمفهومه البسيط هو استخدام الكلام واللغة أثناء التفاعلات الإجتماعية وبيدخل فيه جانب لفظي وجانب غير لفظي، والجانب الغير لفظي بيكون له دور مهم جدا في عملية التواصل، طيب التواصل. بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على سلامة عضلات الكلام عشان يكون في تطور ونمو للغة والكلام بطريقة سليمة لازم يكون رقم واحد سلامة عضلات الكلام سلامة الأعضاء المسؤولة عن عملية الكلام كمان. الموضوع مش موضوع فقط لغير اللسان والفم والأسنان الشفتين لا الأجهزة المسؤولة عن الكلام الجهاز الكلامي بيبدأ من الرئتين من تحت من مع خروج الهواء لا بداية عملية الكلام وطبعا الأعضاء المسؤولة عن الجهاز الكلامي طبعا ليست بالقليلة وفي بعض الأبحاث قالت إن حوالي 100 وما بين ألف خلية بتشترك في خروج الكلام. طيب، كمان عندنا القدرة السمعية الجيدة. تسمع السليم يكون الكلام سليم. إذا كان في مشكلة في السمع بيكون في أحيان كتير جدا مشكلة في الكلام. عشان كده إحنا عندنا إن ذوي الإعاقة السمعية ما بيقدروش يتكلموا ليه؟ لانه ما بيقدروش يسمعوا. والكلام عبارة عن تقليد ومحاكاة وإحنا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده. كمان عندنا في نقطة تانية مهمة جدا وهي وجود بيئة لغوية مناسبة إن البيئة اللي عايش فيها الطفل تساعده على الكلام ودايما أنا أقول إن في حاجة اسمها الاستصالة اللغوية من داخل البيئة البيئة ف... لو فيها استصالة لغوية للطفل سليمة أو غنية بتكون ال... 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 بيكون الطفل ده إمكانياته اللغوية عالية بصفة كبيرة جدا كمان عندنا الموضوع الثاني وهو تعريف اضطرابات التواصل. طبعا اضطرابات التواصل بتعرفها اضطراب في الاستخدام الطبيعي للنطق واللغه يعني ايه يعني الكلام واللغه اللي بيستخدمهم الشخص بيكونوا غير الباقيين داخل المجتمع في حاجه غير طبيعيه في الكلام بتاعه وبتبقى ظاهره وظاهر ان هو عنده مشكله طيب كمان ايه اللي بيدل على على اضطرابات التواصل عندنا الدلالات الموضوعيه وهي الخصائص والمظاهر غير الطبيعيه في الكلام واللغه خصائص ومظاهر غير طبيعيه في الكلام واللغه كمان عندنا الدلالات الاجتماعيه وهي الاثار الاجتماعيه الناتجه عن الفشل في استخدام اللغه عدم التواصل الطبيعي مع الاخرين ان داخل المجتمع هو مش بيتفاعل بالشكل نعم. والدلالات الشخصية لآخر حاجة وهي بتكون خاصة بوضور الفعل الشخصية للفرد طبعا أحيانا بيكون عنده مشكلات نفسية منها الخجل منها تقدير الذات السالم أشياء كتيرة جدا